اخواني واحنا بنعرف يعني حقيقه بنعرف انه هذا الهاتف المحمول اللي انت بتحمله، انت بتحمل هاتف محمول في كاميرا وفي مايكروفون، حتى لو اغلقت كل التطبيقات، حتى لو طفيت الهاتف، لا زال يستطيع هذا الهاتف ان يتجسس عليه صوره وصوت، ويعرف موقعك، ويعرف موقعك فين انت موجود وفين رحت، ويعرف مع مين التقيت، مين الهاتفين تبعونهم التقوا واحد في الثاني. يعني عند الشيطان وحزب الشيطان القدرة انه هو يراقب العالم كله، مش بس فكرة خلينا نقول اقتصادية، والله بده يعرف انت اي محلات بتحب انك تروحها، ايش الشغلات اللي بتحب انك تشتريها عشان يعرض عليك. لا، هذا جزء، ولكن الجزء الاكبر معلومات استخباراتية، بحب انه يكون مطلع بالكامل على الدنيا كلها. يعني هذا الهاتف احنا بنحمله، والرسول عليه الصلاة والسلام علمنا انه في اخر الزمان، في اخر الزمان يعني ستكون هناك فتنة تدخل في كل بيت، فتنة تدخل في كل بيت. وللأسف احنا عارفين انه الهاتف اللي عليه الانترنت، او الانترنت داخل بيتك، او التلفاز، او الراديو، كل هاي الاجهزة هي فتنة، فتنة. ولكن اخوان اعطوني انسان يستطيع ان يستغني عن هذه الفتنة، يقول لك انا بدي استغني عن الهاتف المحمول، انا ما بدي يكون عندي ايش فيسبوك او يوتيوب، انا ما بدي اتكلم مع الناس عبر الوسائل التواصل الاجتماعي. اعطوني اخوان قديش نسبة 100